اليوم بهالمكان المميز المكتبة بين الكتب كان عنا حوار مثمر جدا مع النواب إبراهيم منيمنة وميشيل دويهي. أول مرة حسينا إنه عم نقدر عن جد نناقش أفكار مع أشخاص بغض النظر إذا واحد بيوافق معهم أو ما بيوافق، بس عم نحس إنه اليوم في نهج جديد بالتعاطي. ما بدي يكون يعني هيك متشائم، بس نحن جينيراسيون جيل راح كثير من وقت من عمره، بين حروب وتسويات صح. والى ما هنالك. صرنا 30 سنه تقريبا طالعين من الحرب الاهليه، وبعد لهلا ما عندنا دوله، فنحن وكانه هلا عم نرجع نبني دوله شوي شوي، وهذا كان عنوان الانتخابات ال 22، انه بناء صح. الدوله واستعاده الدوله. لنقدر نعيش بهدوء بدنا عقد اجتماعي بيريح الكل، بدنا مؤسسات دولة، بدنا اللبنانيين يحسوا حالهم هني أفراد مواطنين عندهم حقوق وواجبات. هذا مش كلام شعر، مش جماعات. وصول 13 اليوم هو لا شك برقة أمل، يعني إنه إيه بعد في ناس بدها تبقى بالبلد، وبعد في ناس بدها تناضل، وبعد في ناس عم بتقول بدنا نغير ومستعدين نضحي ونكمل. وهذا بحد ذاته مع كل اللي صار وحالة الإحباط والانفجار النووي اللي حكى عنه ميشيل، وعن كل المآسي اللي مرقنا فيها ومحاولة تدميرنا وإحباطنا وثنينا عن النضال، ضلوا اللبنانيين مكملين ولا راحوا عطوا صوتهم وعملوا تغيير. وكتير إجاني أنا يعني من الناس من بعد الانتخابات قد هن كانوا سعيدين إنه وصل صوتهم. فهذا مش تفصيل، إنه اليوم يقدروا الناس يعبروا ويحسوا صوتهم صار بمجلس النواب. وكمان بهالمكان كان حوار فعلا مميز مع جاد غصن وندى أبو فرحات. قدرنا نحكي عن الفن، حكينا شوي عن هيك فكر شيوعي مع جاد غصن، وخاصة بين هالكتب اليوم، لأنه غسان تويني كان كتير يحب اليوم الثقافة والكتب والكتاب، اليوم خاصة الكتاب الروس. يعني في كتير كتب موجودة بهالمكتبة عن الثورة البولشيفية، عن اليوم عن غورباتشيف، عن في حتى كان يحب الموسيقى الروسية وكان يحب يسافر على روسيا، وكان هالايقونات اللي شفناهم في كتير جايبهم من روسيا. وفي كتير كتب كمان عن الـ الشيوعية وعن اليسار وإلى آخره. فكان حديث جدا مثمر مع جاد غصن على هالنقطة. بالنسبة لي اليسار هو اللي بيعطي الجانب الإنساني للسياسي، مشان هيك أنا اليسار بعتبره شيء كتير إيجابي. بعرف حدوده بمحلات إنه ما في واحد يكون كتير طوباوي، بس إذا واحد ما بيفكر بالسياسة من تحت لفوق، يعني السياسة منا قصة كيف بنظم مثلا شركة الكهرباء وكذا، منا شيء تقني. هو كيف في مجتمع، شو بده هالمجتمع، لوين بده يتطور هالمجتمع، بلاقي له الآليات. فمن هون اليسار بيحمل معه فكرة انه ما في واحد يبني اجتماع نحن نرتضي نعيش سوا بلا حد ادنى من العدالة بين بعض. العدالة مش مثل ما بتفسر انه بالاند برودكت، يعني بتكون تاخدوا معاش قد بعض، بس عدالة بالفرص، انه انا اذا عندي تعليم مثل غيري، عندي طبابة مثل حقوق الاساسية للانسان، اللي هي من خلالها بيقدر واحد يحدد خياراته من دون المعوقات المادية. يعني انا اذا ما معي مصاري وعملت كفاءة بقدر اعمل مصاري. فهالنوع من العدالة، لان ما في حرية انا برأيي بلا عدالة، حرية بمعناتها الكامل. انا اكيد بهمني الفن كمان، بس انا بهمني الانسان كمان اكثر. يعني انا بهمني الموظف اللي اشتغل كل يوم حياته كمان، هيدا بحق له يعيش بكرامة. يعني طبعا الفن والثقافة هي كمان واجهة البلد الحلوة، بس كمان مواطن مرتاح هو واجهة بلد حلوة. يعني بالنسبة لي ضمان الشيخوخة وكل القصص اللي نحن قاطعين عنها، يعني هي بالنسبة لي أكبر مشكلة، يعني أكبر مشكلة على للمواطن اللبناني. ومن هالمكان كمان اللي بالماضي قبل ما يكون مكتبة كان كمان مسرح، خبرنا ميشيل فاضل أنه هو لعب لأول مرة كان عمره 13 سنة بهالبيت، وكان غسان تويني موجود. كان يمكن عمري 13 14 سنة 15 سنة ماكسيموم. حكيوني عن طريق غسان يمين اللي هو أصحابنا. كان في حدا لبناني بأمريكا عايش كان يعمل دي كونسيرت بنيويورك شيء، بس أنه هيك كان أشقراني عيونه زرق، ما بعرف شو اسمه، نسيت شو اسمه. بقى جينا لهون كانوا قاعدين كلهم، كان في شيء 100 شخص، وكان بيك الله يرحمه كمان، ولعبنا هيك شي ساعة. بعدين لعبنا هونيك بتاني أوضة، رجعنا تعشينا هون أو شيء يعني بهول أوضتين يعني.
It was like بس تتذكرها يعني بتذكرها كتير 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 منيح. بتذكر شو كان لابس بيك واللي حلو انه تذكرنا كمان جبران تويني مع زياد بارود وربيع الشعر لانه باخر ايام وقتها كان مهدد كان يقعد على هالطاولة من تاني ميل ويكتب تجارب يخفف اليوم الخطر الامني اللي كان موجود على الطرقات. فبهالمكان في ثقافة في ذكريات كل هيدي الفترة اللي عشناها ما بتخلص يعني. هلا تذكرتي المكتب والمطرح وال بس بعتقد بقدر كمان ربيع زيت شيء بظن بنتذكر جبران بمحطات. انا كثير اوقات كان بس يصير معي اشياء قول اف لو جبران هلا هون شو كان عامل. حتى بفتره الوزاره بتذكر في امور كان نتعرض لها او شغله تكون فيها ضغط هالقد قول لو جبران شو كان نصحني شو كان قال. بتعرفي لان جبران ولا مره كان يأستز على حدا كان هالقد قريب انه بيخبرك اياهم خبري او وشو ما قال تحس انه في من قلبه عم يحكيها مش من بدون اي غاية بدون اي خلفية لا كله لانه هو بعتقد عنده شغلة كتير حلوة كانت انه صاحبه صاحب يعني هالقد كان يبقى حريص على اصحابه ويدافع عنهم حتى وقت غلطانين. كيف اذا مش غلطانين؟ انا بعرف ناس كان يدافع عنه ويقول لي غلطان بس ما بقدر اتركه. في كتب هينه يعني بس انه هو موفد ماي تشيز اوه كلاسيك كثير بس هين بنقرا بثلاث اربع ساعات لا يعلمنا انه الحياه اللي نحن عايشينها نحن بنفكر انه ما في شيء براتها هو العكس صحيح. الحياه الحقيقيه هي برات مطرح ما نحن عايشين وبالتالي الفرص كثير كثير كبيره بالحياه بيكفي انه نقفز وما نخاف. وكمان اليوم زافان وكيوم جان من هون حكى عن اليوم الخبث الموجود بالإعلام اللبناني وكيف كمان لو نحن صحفيين ومكان ما هاي مهنتنا بس كمان واحد لازم يقول قصص مثل ما هي. وبيجي حدا من المسؤولين بالدولة وبيعطيني مليون ليرة عم نحكي وقتها يعني مليون ليرة كان مبلغ كتير كبير بيقول لي هيدي إلك وبدو يعني كان طلعوا أول واحد بنشرة الأخبار أنا كنت طالع لايف بنشرة الأخبار بقى أنا لا شعوريا بسبب تربيتي وبسبب إنه هيدا أخذتهم وشبقت فيهم. ما فينا اليوم نكون بهالبيت وما نحكي عن الحرب مش تنرجع للماضي بس تنستخلص العبر. اليوم غسان تويني ونادية تويني كتبوا كتير عن الحرب الأهلية وهذا الكتاب اليوم كتاب الحرب اللي كاتبه غسان تويني وكان يقول انه ذكرى الجنون يعني ذكرى الحرب الأهلية. حبيت مع ضيوفة تذكر الحرب لانه اليوم اغلبيتهم عايشوا الحرب الأهلية وتخبروا جيل جديد عن هالتجربة تما يكون عنا استخفاف وقت نهدد بحرب جديدة. تقلى شمعون ذكرت مشاهد مؤلمة من الحرب وامي اللي عم بتصرخ لانه شافت انه اولادها عم بي يعني اولادها الشباب حطون على جنب بدهم يقتلوا كل الشباب بالضيعة. فلما بشوف منظر شفافها اللي فسخ على كثرة الصريخ والدم اللي عم ينزل منهم شو بدي اقول لك يعني ايش يعني انا بالنسبه لإلي ابشع شيء هي هيدا الحرب يلي خلت انه نحن نقول هيدا عدوي وانا ما كنت اعرف انه هيدا كنت العب معه يعني انا هيدا الدرزي او هيدا المسلم او هيدا انا رفيقي بالمدرسه كنت العب معه انه هلا صرت بدي اخاف منه. هي اخطر شيء بالحرب يعني هي انما بيصنعوا لك العدو. صح. وضيوف اخرين كمان حكوا عن الحرب. ابراهيم معلوف بيتذكر كثير منيح لانه كان بلبنان فتره الحرب واليوم مارك داو كمان بيتذكر كيف بيو كان مهدد فتره الحرب. حرب الاخرين على ارضنا مثل ما بيسميها غسان تويني خليه الجيل الجديد يتعلم منه. خاصة بتذكر مرة كنا عم نلعب بهيك مثل مدرسة اسمها نادي كفر عقاب وكنا كان في ماتش فوتبول وعم نلعب كلنا اولاد وعمرنا 9 سنين 10 سنين وهيك شوي قطع طيارات فوقنا وصاروا يقولوا لنا انه لازم ترجعوا هلا على بيوتكم لانه يمكن يصير في شيء قصف وهيك. فركضنا لانه بس عبل ما نوصل على البيت وبلش القصف
وتاني نهار قالوا لنا خلص صار فيكم تطلعوا. طلعنا لفوق وشفنا المدرسه كان جايه شظايا عليها وقصص يعني، يعني منيح اللي فلينا وقتها. ب 83 بنتهجر بجربوا يقتلوا بي فبنهرب من صيدا. بتتذكروا هذا اليوم وقت جربوا يقتلوا بيك؟ لا كان عمري 4 سنين. انا ذاكرتي انا وصغير كارثه ما يعني بتلفن لخيي بساله هو بتذكر اكثر. فتركنا من هونيك ورحنا على اساس ننقل على بيروت لانه شغل بي بقى بصيدا. ما قدرنا نقعد ببيروت لانه علقت على الاوزاعي فصارت كثير خطره على بي يطلع وينزل كل يوم. ما عشنا قبل الاوزاعي بشوي فات. بس ليه كان بدهم يقتلوا لبيك؟ لانه كان يشتغل بالنفط وكان كل ميليشيات بتسيطر على النفط وبيصيروا اذا اعطاهم وما اعطاهم النفط والى اخره بصيروا بدهم يهددوا. وقته مزعلهم كثير وكان بوقتها بعدهم منسحبين الاسرائيليه من صيدا وصارت معارك شرق صيدا. فصار في نوعا ما كله جاي يصفي حساباته. فكان في بوقتها يعني محاولات خطيره كثير عليه.